أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفيه نستعرض عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالة الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة، والبداية من موقع سهيل نت. سهيل نت مصدر مسؤول يأسف لتطورات الأوضاع في حضرموت ويؤكد رفض السلطة المحلية توريد 41 مليار. المصدر أونلاين جهاز الزينبيات يواصل الانتهاكات، محققو الأمم المتحدة يشككون في مزاعم وفاة سلطان زابن بعد أسابيع من إدراجه في قائمة العقوبات. الحكومة تأسف لتطورات الأوضاع في حضرموت وتستدعي سلطتها للتباحث في عدن. قصف بالكاتيوشا يستهدف مواقع في جبل العرفي، لاحج وتعزيزات لميليشيا الحوثي تصل إلى مكيراس. العاصمة أونلاين رفض وتجاهل مجتمعي لفعاليات وأنشطة ميليشيا الحوثي في أحياء صنعاء. تفنن الحوثي في صناعة الأزمة، ارتفاع جنوني لأسعار المياه في صنعاء، تعذيب واغتصاب وتلفيق التهم. تقرير الخبراء الدوليين يرصد قمع الحوثي للنساء. الصحوانت أكاديميون وتربويون يحذرون من خطورة استمرار تجريف ميليشيا الحوثي للعملية التعليمية، قتلى وجرحى حوثيون وتدمير آلية قتالية بنيران الجيش وغارات التحالف جنوبي مارب. الجيش الوطني يدحر ميليشيا الحوثي ويحرر عددا من المواقع غربية تعز. مسام ينتزع 3233 رغما خلال أسبوع زرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية. حيدان يترأس اجتماع لأمنية عدن ويؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الأجهزة الأمنية. الحرف 28 مصدر محلي، الحوثيون يمنعون دخول أو خروج شاحنات الوقود من وإلى الجوف. يمن مونيتور نكسات الحوثيين في شبوة ومارب تشجع التحالف لتحقيق نصر عسكري كامل. تبعات الحرب الصعبة تعترض طريق المقبلين على الزواج في اليمن. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط المعتقلات الحوثية تعذيب وتهديد بالإعدام وعائلات الضحايا بين التحرش والابتزاز. التحالف يدمر آليات عسكرية ويوقع خسائر بشرية ب18 استهدافا في مارب وتعز. عكاظ خبراء مصريون تحرير صنعاء يقضي على أوهام الحوثي. العمالقة تتلف 7700 لغم حوثي في شبوة ومارب. الخليج غارات التحالف تكبد الحوثيين خسائر كبرى على جبهات مارب وتعز. البيان التحالف يكبد الحوثيين خسائر فادحة في مارب وتعز. الاتحاد تزايد المطالبات بإعادة الحوثي إلى قائمة الإرهاب. الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية غربية تعز. العربي الجديد اليمن يبحث عن تمويل لموازنة 2022، تحركات دولية وعربية على وقع الصراع. من عناوين الصحف إلى مقالة الرأي والتحليل، وفيها نستعرض مقالا للدكتور محمد علي السقاف نشرته صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان الحوثيون مواطئ لأقدام النظام الإيراني. الكاتب في مقاله أكد أن دعم إيران اللامحدود للحوثيين يأتي في إطار البحث عن موقع قدم للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على باب المندب، وبذلك مع سيطرتها على مضيق هرمز تستطيع امتلاك كماشة تتحكم من خلالها في أهم الممرات المائية لتجارة النفط نحو العالم الخارجي والملاحة العالمية. دعم إيران اللامحدود للحوثيين ينطلق أيضا من قناعتها بأن الحركة قد تسهم بإعطاء إيران موقع قدم للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على باب المندب، وبذلك مع سيطرتها على مضيق هرمز تستطيع امتلاك كماشة تتحكم من خلالها في أهم الممرات المائية لتجارة النفط نحو العالم الخارجي والملاحة العالمية، وتهدد بهما أمن البحر الأحمر. واعتماده على الحوثيين في هذا المخطط يعود إلى قناعتها بأن الحوثيين سيكون لهم في أي تسوية سياسية قادمة للأزمة اليمنية مكان في الدولة اليمنية. اهتمام إيران بالحركة الحوثية يعود إلى الثقل الديمغرافي لسكان اليمن كمخزون بشري كبير والتحدي من دون مبالاة للخسائر البشرية، كما كانت تتبعها إيران نفسها بالزج بأفواه بشرية في أثناء حربها ضد العراق. أضف إلى ذلك لأن مستوى الأمية العامة السائدة لدى المواطنين في صنعاء يجعل من السهل تعبئتهم وتجنيدهم لتحقيق أهدافهم السياسية واستخدامهم وقود حرب ضد خصوم الحركة. وكان من الملاحظ على المستوى السياسي أن الألاف كانوا يخرجون للهتاف بحياة صالح،
ولاحقا الجماهير ذاتها خرجت تهتف من أجل الحوثيين رغم البؤس والدمار اللذين سببتهما لهما خياراتهما السياسية. موقع المشهد اليمني نشر مقالا لعبد الوهاب طواف تحت عنوان المخطط الإيراني في المنطقة العربية. الكاتب في مقاله استعرض خطط الحوثي التي نفذها منذ البداية في السيطرة على المدن اليمنية، مؤكدا أن تلك الخطط هي في الحقيقة مخطط إيراني تم استخدامه في العراق ولبنان وسوريا وتم استخدامه في اليمن. في بدايات حرب الحوثي العبثية ضد أبناء اليمن كانت المديرية التي تسقط بأيديهم يستخدمون شبابها ومال تجارها ومحاصيلها الزراعية للسيطرة على المديرية المجاورة، وهكذا عملوا عندما سيطروا على المحافظات وبسيطرتهم على اليمن سخروا إمكانياته البشرية والمالية لتهديد السعودية، وهذه السياسة تستخدمها إيران. فبعد سيطرتها على العراق في 2003 بمساعدة الأمريكان وإسرائيل سخرت إمكانياته لدعم بؤرها الإرهابية في اليمن ولبنان وسوريا، فكل بلد يسيطرون عليه يوجهون خيراته ضد البلد الآخر. وبهذا تمكنت إيران من إشعال الحرائق في منطقتنا العربية بدماء عربية وبأموال عربية، ولذا فأمام المملكة العربية السعودية والإمارات وبقية دول الخليج فرصة لإنقاذ اليمن وتأمين بلادهم بدعم الجيش الوطني والعمالقة وكل الوحدات العسكرية اليمنية بالغالي والنفيس. فتفويت هذه الفرصة سيدفع باليمن في قادم الأيام إلى مستنقع الفرسنة وإلى شباك المخطط الشيعي الطائفي، وهو ما سيدفع بالمنطقة العربية إلى حروب مستمرة بعيدة عن إيران تستنزف دولها وتهدد أمنها القومي لصالح مشروع ولاية الفقيه. إلى الصحافة الجديدة والبداية من الفيسبوك، عبد الله شروح في منشور على صفحته بالفيسبوك أكد أن تقديم الدعم للقوات العسكرية اليمنية هو الضامن لوقف التهديدات الحوثية لأمن المنطقة. استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لأمنكم يستدعي تقديمكم المزيد من الدعم للقوات العسكرية اليمنية لتنجز انتصار الشرعية على الانقلاب، الانتصار الوحيد الذي يمكنكم من خلاله ضمان أمن استراتيجي. الذهاب لقصف صنعاء لن يعني شيئا ما لم تتم مضاعفة الدعم للقوات العسكرية اليمنية لتحقيق المزيد من التقدمات السريعة في الجبهات. التلكؤ في حسم المعركة طوال هذه السنوات والظهور بمظهر الذكي الماسك كافة الخيوط هو ما جعلنا نتحدث هذه اللحظة عن وصول الصواريخ الحوثية الإيرانية بلادكم. منشور النائب محمد مقبل الحميري بالفيسبوك تناول أيضا خطر الحوثية على أمن المنطقة وضرورة دعم القوات العسكرية لوقف هذا الخطر. ليس من المعقول أن يصل تبجح الميليشيات الحوثية باستهداف مدن عربية كالمملكة والإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة بإمكانات وخبرات إيرانية بغض النظر أصابت الأهداف أم لم تصبها، والجميع يدين ويستنكر فقط. أما قصفها للمدن اليمنية وقتل المدنيين فهذا أيضا صار أمرا مألوفا لا يحرك الضمائر ولا يستفز النخوة عند البعض. الأمر أصبح أخطر مما يتصور البعض، وهذا يتطلب استشعار الموقف والحسم في قرار الحسم في معركة العرب في اليمن، ولن يتأتى ذلك إلا بتوحيد جميع الأطراف اليمنية المعادية للحوثي المتصارعة مع بعضها تحت قيادة واحدة وقرار واحد. أما بقى هذه القوى والقوات متنافرة فإن ذلك يعزز موقف الميليشيا وستكون انتصاراتنا عليها جزئية بدون رؤية واضحة تجعل الشعب في توهان، ومن يريد تحديد موقف من الميليشيا مما لا زالوا تحت سلطتها يترددون كثيرا ولا يجدون الظهر الذي يتكئون عليه. انظروا عندما تحقق جزء من التوحيد والتوحد في جبهتي مارب وشبوة كيف اهتزت وتناثرت هذه الميليشيا وأصيبت بهزائم ساحقة وتطهرت أرض شاسعة من تحت أقدامها. فهذه الميليشيا ضعيفة عندما نتوحد ونقويها عندما نتشرذم. عدونا وعدو العرب جميعا إيران، فاقطعوا أذرعها في اليمن قبل أن تتمكن وتتعمق فنندم جميعا. منشور أحمد أبو هيلان في الفيسبوك أشار إلى انقراض عوامل الصمود الحوثي في وجه الاصطفاف الوطني المناهض له. متابع. لمصلحة من يكابر الحوثي
حبله مع الله مقطوع منذ اللحظة الأولى لعدوانه على كل قيام ومقدرات الشعب اليمني، وحبله بدعمه من أعداء اليمن يتضاءل في طريقه للانقطاع التام، حتى الشجرة والحجرة لو استطاعتا النطق لأخبرتا الجيش الوطني باختفاء الحوثي خلفهما. لا أحد يريدكم ولا أحد يمكنه البقاء إلى ما لا نهاية دفاعا عن سيدكم الهالك وابنه وابن ابنه، ولا يمكن بأي حال لشعب خرج في فبراير المجيد وأسقط منظومة ما كان أحد يظن أنها يوما ستنهار وأن تخضع لحاكم كهنوتي دجال. كل التحية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة والعمالقة وكل الكرام في وطني. أما منشور عبد الخالق عطشان في الفيسبوك فقد أورد إحصائيات بعدد قتل الألغام والمسيرات والصواريخ البالستية الحوثية تحت عنوان أرقام التعايش الحوثي مع اليمنيين، نتابع. 358 لغما حوثيا انتزعها مشروع مسام منذ منتصف 2018، 9000 يمني ضحايا الألغام الحوثية خلال 3 أعوام ونصف، 7700 لغم وعبوة ناسفة حوثية تم انتزاعها من حليب وبيحان منذ أسبوعين، 88 ما بين قتيل ومصاب ضحايا الألغام الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين في مديرية عسيلان وبيحان وحليب، 910 مدنيين ما بين قتيل ومصاب جراء انفجار الألغام والعبوات الحوثية في محافظة الجوف، 1028 طفلا ما بين قتيل ومصاب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الحوثية، 983 مدنيا في تعز فقط قتلوا بعملية قنص حوثية، بينهم 171 طفلا و90 امرأة و80 مسنا، وإصابة 1103 آخرين بينهم 286 طفلا و142 امرأة و66 رجلا طاعنا في السن، والقائمة تطول. وفي تويتر الناشط الإعلامي سلطان الروساء في تغريدة له كتب عن دور العمالقة في مساندة مأرب. من بين كل المناهضين للجماعة الحوثية كان للعمالقة الدور الأكبر والأبرز في مساندة مأرب في أحلك الظروف التي تمر بها المحافظة. منذ أول هجمة نفذها أبطال العمالقة والحوثي بدأ يتقهقر في جبهة مأرب، وهذا شرف ووسام لكل قائد وجندي يحصل عليه في مساندة آخر الأراضي اليمنية التي تخوض معركة فاصلة ولحظات ظن الجميع أن البلاد هوت وسقطت بأيدي الميليشيا الإيرانية إلى الأبد. تغريدة الصحفي عضوان الأحمري أشارت إلى عداوة إيران لدول الخليج داعيا إلى ضرورة حسم المعركة في اليمن، مؤكدا أن دعم طرف على حساب طرف آخر يؤجل الانتصار. إيران عدو للخليج لجميع الدول الست. استهداف الإمارات المتواصل من قبل الحوثي مؤخرا هو بأوامر طهران بعد أن كان الاستهداف منذ 2015 موجها ضد السعودية فقط. توحيد الصفوف وحسم معركة اليمن سيكون نهاية عبثية للميليشيا ونهاية حلم الخميني خليجيا. الشتات ودعم طرف على حساب طرف انتصار للحوثي. أما تغريدة أسامة القصيبي مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام فقد كشف عن استهداف ميليشيات الحوثي لفريق مسام العاكف على نزع الألغام في مديرية حريب. تستمر ميليشيا الغدر والإرهاب الحوثية في جرائمها باستهداف فرق نزع الألغام في مديرية حريب بمحافظة مأرب دون أن تردعهم مخافة الله. أما أنا الأوان لكي تتخطى المنظمات الدولية والدول الكبرى في مجلس الأمن عبارات الشجب والاستنكار وأن ترتقي إلى مستوى المسؤولية لإيقاف هذا الإجرام. محمد مجيد الأحوازي في تغريدة بتويتر أكد أن الأمن القومي العربي مرتبط بتحرير صنعاء من الاحتلال الإيراني. الأمن القومي العربي مرتبط بتحرير صنعاء من الاحتلال الإيراني، ومن يعتقد أن دول الخليج العربي ستبقى صامتة على انتشار الحرس الثوري الإيراني وصواريخه البالستية في اليمن مخطئ. لابد من صنعاء رغما عن ملال طهران، صنعاء العربية لم ولن تكون بأيادي فارسية أبدا. تغريدة علي الأحمدي بتويتر اعتبرت التساهل وإطالة أمد الأزمة اليمنية بسلوك إضعاف الشرعية اليمنية إنما يعطي الحوثي مجال للمناورة. يهلل الحوثيون فرحا بإطلاق الصواريخ على أبوظبي وهم في الحقيقة مجرد أداة لضغط الزر ولرفع الكلفة عن الفاعل الرئيس النظام الإيراني. التساهل وإطالة أمد الأزمة اليمنية بسلوك ممنهج أضعف الشرعية اليمنية إنما يعطي الحوثي مجال للمناورة وتغيير الخطط، بعكس لو تم توحيد جبهة الشرعية لا تفريقها.
تغريدة ربيعة التويجي أكدت استحالة تحقيق السلام في اليمن والمنطقة ما لم يتم القضاء على الحوثي. لن يتحقق السلام في اليمن وللمنطقة العربية إلا بالقضاء على ميليشيا الحوثي الإرهابية. يتوجب على التحالف والمجتمع الدولي دعم الجيش الوطني والمقاومة وتعزيز ومساندة التوارد الشرعية في المناطق المحررة لاستكمال تحرير كل شبر في اليمن واجتثاث ميليشيا الحوثي الإيرانية. تغريدة الصحفي أحمد شبح في تويتر عبرت عن حجم التلاحم الوطني والاصطفاف الشعبي في مواجهة الحوثي. ابن عدن يقاتل الحوثي في صعدة، وابن إب والمحويط في الضالع، ابن أبيان يقاتل في حجة، ابن ريمة وذمار في شبوة، ابن سقطرة يقاتل في تعز وصنعاء، وابن عمران والأمانة في لحج، ابن حضرموت يقاتل في مارب والجوف، وابن المهرة في الساحل الغربي، وابن البيضاء مع العمالقة في الحديدة. الحوثي حزام ناسف في خصر الجزيرة العربية، عنوان تغريدة الإعلامي محمد المخلافي في تويتر. تثبت الحوثية يوما بعد آخر أنها عامل عدم استقرار في المنطقة وأنها حزام ناسف في خصر الجزيرة العربية وقاعدة لإطلاق الصواريخ إلى كل العواصم العربية بالاستثناء. في العام 2015 كانت المناورة على حدود السعودية، واليوم التطبيق الفعلي لتلك التهديدات. لا حل إلا بالاقتلاع، لا قصقصة الأغصان. تغريدة عبد الله الحرازي كشفت عن المتضررين من إعادة تصنيف الحوثيين إلى قائمة الإرهاب. إعادة تصنيف الحوثيين إلى قائمة الإرهاب يرعب دولا ومنظمات ستكون مجبرة على تقديم معلومات مالية وانكشاف شركات وشخصيات مرتبطة بتمويل منظمة إرهابية وكذا استثمار أموالها بمدن بعض الدول التي كانت مغبرة قبل حرب اليمن. تصادية الحروب مهولة، سنندهش جميعا. تغريدة عبد الرحمن جهلان في تويتر أشارت إلى جرائم ميليشيات الحوثي في حق الطفولة في اليمن. تقوم ميليشيا الحوثي بارتكاب مختلف الانتهاكات الجسيمة بحق أطفال اليمن منذ انقلابها قبل 7 سنوات، ومعظم تلك الجرائم تصل إلى جرائم حرب، بالإضافة إلى التجنيد الإجباري للآلاف من الأطفال والزج بهم في جبهات القتال. هذه جماعة إجرامية لا تنتج إلا الموت أينما اتجهت. والمتبقي من الحلقة جولة في رسوم الكاريكاتور. وبهذا نصل وإياكم مشاهدي الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.